كنت أخذ إجازات مرضية وأنا غير مريض، الآن كيف أكفر عن ذلك علما بأنني قد تركت الشركة التي كنت أعمل بها؟ انتهى الأمر. يعني السؤال طاف وقته، يعني واحد يعني شربت مروقهم كما يقول، يعني طلع من الشركة وخلص وأخذ مرضيات. استغفر الله تبارك وتعالى، تتوب إليه جل وعلا من هذا. ولو تصدقت ببعض مالك هذا طيب، لكن نقول لمن كان يعني ما زال في العمل وأخذ مرضيات بغير وجه حق كذب وهذا، يأخذ إجازات ويداوم أساس يعوض هذه المرضيات اللي أخذها بغير وجه حق.